إن شاء الله بنعاد عليكم بالخير والصحة والسلام ورمضان كريم. من بلاتو ديال قلوب تايها كنبغي نبارك الجميع المغاربة ونقول لهم رمضان مبارك سعيد وصيام مقبول إن شاء الله. الله يدخل عليكم رمضان بالصحة والعافية وبالخير وبشباكية والتمر، داكشي رحنا ما كان فوتوش، والله يجعل سيدي ربي يسهل على كل واحد، والله ينصر صاحب الجلالة. وهذه كلمة كنفتخروا بها، كنفتخروا بملكنا سعاد حسن، وتحياتي لكم كاملين وكنبوسكم. رمضان كريم إن شاء الله، هذه الفترة بتكون فترة صفاء وعودة إلى الذات، وتكون نتيجتها السلام والفرح والحب. نقول إن شاء الله رمضان كريم والشهر فضيل، إن شاء الله يدخل علينا بالصحة والخير واليمن والبركات على الأمة الإسلامية جمعاء، ونقول يا ربي إنه بلدنا بلد المغرب يكون دائما بلد الأمن والأمان والسلم والسلام إن شاء الله، ويحفظنا بلادنا ملكنا شعبنا ولادنا، وإن شاء الله يا ربي نتمنى نشوف المغرب كامل في أحسن حال يا رب. مبروك عليكم هذا الشهر، الله يدخل عليكم الصحة والسلامة وبراحة البال. كنتمنى الناس اللي كيتابعوا يوم 24 رمضان كريم، والله يعطيكم الصحة وتبارك الله عليكم بسلامة. أولا رمضان مبارك سعيد، والله يدخلوا علينا كاملين بالصحة والسلامة، وإن شاء الله نتمنوا أنه هذا رمضان يكونوا أعمال اللي كترقى للطموح والأفق ديال المشاهد، وإن شاء الله رحنا خدامين زي ما غير قبلكم. معكم كنزة النافي، تنقول لكم عواشر مبروكة، رمضان مبارك إن شاء الله، الله يدخل عليكم الصحة والسلامة. رمضان مبارك باش ما تمنيتوا إن شاء الله، الله يدخل عليكم الصحة والسلامة. نتمنى أن الشهر هذا يدخل عليكم بالصحة والسلامة، ونفضل غبرة شوية على القليب اللي هو ينفسوا عليه، ونتمنى يلقاكم الشهر هذا بخير وعلى خير، وتقربوا من داكشي اللي كتمنى، وتبان لكم الطريق، ربي يبين لكم الطريق صحيح ان شاء الله. هذا ما كان، واشركم بروكه. كنتمنى لكم ان شاء الله رمضان مبارك سعيد بصحه وبسلامه ان شاء الله وطول العمر، ودوزوا هذا رمضان ان شاء الله، ورمضان ديال السنه الجايه والسنه اللي جايه مراه. وبيان سيو بهذه المناسبه كنبغي نقول لجميع المغاربه وجميع اخواننا العرب والمسلمين رمضان مبارك سعيد، يدخل عليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه وكاع ما تمنيتوا ان شاء الله، ويشافي كل مريض وكل محتاج لاي دعوه، وكل سنه وانتم بالف الف خير، ورمضان مبارك. بيان سيو نقول لهم ان شاء الله مبروك العواشر ان شاء الله، والكل اللي راهم يتبعونا في 24 يوم نقول لهم يعطيهم الصحة إن شاء الله، ربي خلينا دائما قراب على بعض، وتسمعوا الجديد نتاعنا إن شاء الله، وحصريا على 24 يوم إن شاء الله. شكرا. أولا بغيت نقول للجمهور المغربي عبر الفضاء ديالكم مساحتكم اليوم 24، أنا بغيت نقول لكم رمضان مبارك كريم، نتمنى أنه يدخل عليكم بالمحبة والسرور، بالحياة السعيدة والهنيئة، وخصوصا مع الأسر ديالكم وليداتكم عائلاتكم، وتكونوا دائما 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 فخورين بأنكم مغاربة، وأنكم مسلمين، وأنكم عرب ولا أمازيغ، أنكم مغاربة، أنكم إنسانيين، أنكم الإنسان اللي فيكم دائما كيتحرك. نقول شهر رمضان الله مولانا إن شاء الله يا رب، نتكلم معكم بحسن يجعله مولانا إن شاء الله، يعد لنا مبارك بالصحة والعافية إن شاء الله، وينصرنا سيدنا إن شاء الله اللي كيدافع عنا في خارج الوطن وداخل الوطن. وكنتمنى هذا رمضان يدخل الناس ينجحوا، التركة اللي كنشوفهم إن شاء الله ولادنا ولاد ولادنا ينجحوا، لأن مجرد الامتحانات غتبدا، كنتمنى إن شاء الله يعد داخل عنا بالصحة والعافية والهدوء الوطني، هذا اللي كنتمنى من مولانا ان شاء الله. على التحيه بالمناسبه رمضان الكريم لجميع الجمهور ديالي الحبيب، ونتمنى ان شاء الله الله يدخل علينا هذا الشهر مبارك بالخير والصحه والبركه والاستقرار في بلادنا، وازول ادلسان ازول امقران ازول ديكانول دارو الكماتون فاطمه طبع مرند.